النهارده يا جماعه مكملين مع سلسله اختراعات. المره اللي فاتت قلت عندنا حلقه ثانيه جايه قريبا، وعندنا مينلي ثلاث حاجات هديكم هنت سريع عن كل واحده. دي حاجه هتخليك تلعب او تشتغل في اي مكان في العالم زي ما انت عايز، دي حاجه هتخليك تعيش في عالم لوحدك وتنعزل، دي حاجه هتديك سرعه خارقه في اي حاجه عايز تعملها. خلينا نبدا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يومكم بخير، ومكملين مع سلسله اختراعات. امبارح كان عندنا حلقه كان فيها موبايل كمان اول مره ندخله مع بعض. اذا لسه ما اتفرجتش عليها انصحك جدا تتفرج عليها. خلص الحلقه دي وروح اتفرج عليها او اعكس زي ما انت عايز، بس عندك محتوى قوي. وخلينا نبدا مباشره مع الحاجه اللي كانت في النص النهارده. والحاجه دي يا جماعه هي منتج من سوني. انتوا عارفين انا بيج فان لسوني بصراحه، وده خط جديد تماما لمنتجات عندهم اسمه ان زون. كلمتكم عليه بريفلي كده على انستغرام قبل كده لو متابعين. وان زون هو خط من سوني بيوصل لك عالم البلاي ستيشن بالبي سي نوعا ما. سوني عايز تدخل في انها تغطي كمان مش بس البلاي ستيشن والجيمز على الكونسول، ولكن حاجات البي سي في نفس الوقت. يكون عندك حاجه بتشتغل على الاثنين. ودي سماعه اسمها H9. في ثلاث فئات اوريدي فعليا من ان زون، ودي اعلى واحده فيهم. خليني اوريكم فيها ايه بالظبط. اوريدي اكيد سماعات سوني رهيبه، احنا بنستخدم WH1000 والWF1000 والحاجات القويه بتاعت سوني. ولكن سماعات البلاي ستيشن او الموجهه للجيمنج، اوكي البلس عند بلاي ستيشن 5 حلوه جدا، بس مش اللي هي ابهار يعني. بس سوني بقى تديك اوبشن اللي هو ليه ما نضيفلكش بقى شويه حركات زياده. وهنا بقى دور الام 9 الاتش 9. انا افتح البوكس بتاع الاتش 9 هنلاقي حاجه كده شبيهه بعالم البلاي ستيشن، الابيض في اسود. عندنا هنا شويه مانيوالز على ما اظن، افتح كده ونشوف. شويه ستيكرز كمان لطيفه. ان زون يعني انك ايه في زون لوحدك كده. كيبل يو اس بي سي يو اس بي اي، اوكي ده دورك. وادي السماعه ومعاها دونجل لطيف. الدونجل ده وظيفته على فكره مزدوجه، ده بيخليك توصلها اما بالبلاي ستيشن 5 او بالبي سي. انا اول مره اشوف دونجل في سويتش كده، دي حركه لطيفه. بعد كده طبعا عندنا السماعه شخصيا، وخليني اقول ان انا فان للشكل ده بصراحه، شكلها عاجبني، تصميم شكله كول عجبني. التو تون وده مات جدا الابيض، فشكله يعني قريب جدا من البلاي ستيشن. وسماعه خفيفه جدا دي كاول ماسكه يعني. عندك فوم لطيف حوالين الاير كابس شكلها مريحه، وعندك فوم كده موجود عند الراس. عندك مايك على حد علمي ده مش ديتاتشبل، ده بس بيشتغل لما بتنزله تحت وترفعه فوق بيفصل او بيعمل ميوت. وعندك مجموعه من الزراير والكنترولز الموجوده هنا، طبعا يو اس بي سي لكن طبعا وايرلس ده بس عشان تشحنها. وعندك فوليوم نوب موجوده كبيره وبارزه كده تعرف مكانها في الضلمه وحاجات زي كده. زرار بلوتوث انت ممكن تستخدمها طبعا بلوتوث. وجيم او تشات، اوكي هي طبعا موجهه للجيمنج لكن مش هتقول لا مع اي حاجه يعني. بس ايه المميز يعني ان سوني تعمل سماعه مخصوص غير البلس مثلا، غير انها بتشتغل مع البي سي؟ الحاجه الاساسيه المميزه جدا في السماعه دي هي النويز كانسليشن. دي سماعه جيمنج فيها اكتيف نويز كانسليشن من سوني، دي حاجه من قبل ما اجرب عارف ان هو هيكون كويس. خلينا نبدا ونشوف كده. في زرار في الجنب هنا بيشغل او بيحاول ما بين الامبيانت مود والنويز كانسليشن. انا ربطتها بموبايلي دلوقتي على فكره. اوكي النويز كانسليشن محترم. انا محتاج اقارن ما بينها وبين سلسله الدبليو اف والدبليو اتش والحاجات دي، بس لا ده مش نويز كانسليشن لعبه، ده نويز كانسليشن قوي فعليا. لما نحاول على الامبيانت مود هو مش احسن حاجه يعني، بيدخل شويه صوت من بره بس مش كلير 100%. النويز كانسليشن فعلا مميز. فراي نويز كانسليشن المحترم يعتبر تاني ميزه، عشان الميزه الاولانيه ركزته كده انا شبكتها بموبايلي بلوتوث، اشبكها باي حاجه بلوتوث، لكن في نفس الوقت اقدر اشبكها مع البلاي ستيشن ومع الكمبيوتر بهذا الدونجل اللطيف عن طريق الوايرلس 2.4. فمعناها هي ممكن تشبك يعني تكون سماعه لكل حاجه فعليا زي ما قلت لكم، هي موجهه للجيمنج ده اللي هديك احسن اداء فيه، لكن مفيش مانع تسمع بيها ميوزك، تسمع بيها اي حاجه مع موبايلك. دي حركه لطيفه وفيها نويز كانسليشن ممكن تسافر بيها كمان. بس طبعا شكل المايك هيبقى غريب شويه وانت ماشي بيها في الشارع او في الطياره او حاجه زي كده، عكس سماعات الدبليو اتش الجديده. السماعه بتتلف فلات بالشكل المظبوط يعني، انت لابسها على رقبتك ده الشمال ده اليمين، فبتبقى فلات على رقبتك. سماعه دبليو اتش مش بيحصل معاها كده، بتحصل بالعكس. اتش 9 على فكره ليها سوفت وير بتنزله على البي سي لو عايز عشان تتحكم في حاجات بقى في الاي كيو بتاع الصوت وفي الاوبشنز بتاعتها وما الى ذلك. ولاحظت ان في ال اي ديز موجوده كمان حوالين السماعه هنا لطيفه. المهم لازم اجربها في الجيمنج عشان اقدر احكم هي فعليا سماعه جيمنج كويسه ولا لا. اوكي جربت الان زون دلوقتي سريعا في جيم سايبر بانك،
وعندي شويه ملاحظات. اولا البيس محترم، عندك بيس عالي جدا، السماعه مريحه على الودن، ما حسيتش انها عامله ضغط على دماغي. بس الحاجه اللي ابهرتني جدا ولاول مره جربها بصراحه ان الصوت من الكمبيوتر اللي بلعبها على البي سي مع كونكشن مع الموبايل شغالين في نفس الوقت. يعني انا كنت مشغل الجيم وبلعب بس مع صوت الجيم، وفي نفس الوقت مشغل فيديو على الموبايل والصوت طالع من السماع في نفس اللحظة، مش بفصل وشغل. فانت ممكن تكون مشغل مثلا ميوزك او بودكاست او اي حد بيتكلم من موبايلك، وفي نفس الوقت الجيم بتاعتك شغالة في ودنك. دي حاجة جديدة، انا اول مرة اجرب حاجة زي بصراحة. ونفس الوقت المكالمات يحصل معاها نفس الكلام، يعني لو مكالمة جات لك هترد مباشرة من غير ما الجيم تفصل، ممكن تعمل بوز في الجيم مثلا والصوت هفضل شغال. دي حركة لطيفة، انت فعليا هتنغمس تماما في الجيم من غير ما تضطر تفصل من موبايلك. دي حاجة كويسة جدا جدا. البطارية انا كمان محترمة، البطارية بتقعد 32 ساعة في السماعة دي. جودة الصوت في الجيمز نفسها بصراحة ممتازة جدا، ما بالذات مع السبيشال اوديو، حاسس الصوت كده جاي من النواحي المختلفة للحاجات اللي بتحصل حواليا. جودة الصوت اللي جاي من الموبايل حلوة وقوية، بس مش في مستوى سماعات سوني، مش زي الـ WH والحاجة دي، يعني مش في نفس بقى اللي هو الصوت الرهيب ده، بس تيل كويسة جدا على انها اصلا سماعة جيمينج، وفي نفس الوقت الصوت شغال مع بعض. دي بصراحة عجبني الحركة دي، فانا شايف انها اضافة قوية جدا لسوني في نفس، يعني عشان دي بتشتغل مع كل حاجة، يعني موبايلك بلاي ستيشن بي سي، لو طبعا عندك ثلاثة دول وعايز سماعة، دي سماعة هتشتغل لك مع ثلاثة بامتياز. طبعا مش لازم يكون عندك الثلاثة، لو عندك بلاي ستيشن او عندك بي سي هتشتغل مع الاثنين بامتياز، مجرد سويتش في الدونجل وخلاص. ف H9 سماعة قوية، نحاول على المنتج اللي بعد كده. احنا جربنا مع بعض في القناة هنا كتير من نفس الفئة دي، وهي فئة ايه دي علاقة برضو بالجيمينج نوعا ما، فئة الراوترز السريعة، مش راوترز، مش يعني مش هي راوتر بس اسمها مش راوتر عشان هي بتغطي شبكة لمساحة كبيرة، مش مجرد راوتر بوينت واحدة. فعليا بيجي لك كذا يونت في المش راوترز، ممكن تختار يبقى عندك اتنين او تلاتة عشان تغطي حسب مساحة البيت عندك او حسب مساحة المكان انت فيه. وده من امازون فعليا، هو اسمه ايرو 6 برو او ايرو برو 6، ده منفصل خط كده من شركة امازون. اللطيف في الحاجات دي ان انت ممكن تعمل ابجريد للنتورك بتاعتك بعد كده، ممكن فعليا تشتري واحد بس وتستخدمه كراوتر لو المكان عندك صغير، تشتري اتنين لو عندك مثلا عايز تغطي دورين او مثلا شقتين في بعض او حاجة زي كده، او تشتري تلاتة لو عندك كمان مساحة اكبر. خلينا نتكلم كلهم زي بعض، دي الميزة انك ممكن تضيف بعد كده زي ما انت عايز وتوسع الشبكة بتاعتك. الحاجة اللطيفة ان شكله لطيف زي ما انتم شايفين، ايرو راوتر جلوسي كده وبيلمع، وكلمة ايرو مكتوبة فوق، وجاي هو زي زاوية كده لطيفة، ما شكلوش راوتر، شكله هايبلند مع ديكور البيت بشكل لطيف. خلينا نشوف ايه تاني جاي جوه العلبة. عندنا طبعا الوول بريك، وعندك كيبل الايثرنت، شويه مانيوالز وما الى ذلك. المفروض البروسيس سهله جدا عامه. والبوكس الثاني طبعا في نفس الحاجات بالظبط، ممكن تشتري الاول زي ما قلت لكم واحد، او تشتري اثنين او ثلاثه. لو اشتريت يعني كذا واحد في نفس الوقت الاول بتاخد اظن ديسكاونت، يعني الباكج بتجي لك ارخص من انك تشتريهم بعد كده منفصلين لو انت عارف المساحه عندك. طبعا بتوصل واحد بالشبكه الاساسيه بالنت اللي جاي لك من الحيطه، والثاني بتوصله في النقط بقى اللي انت عايز توزع لها انترنت، يعني واحد مثلا بيكون في دور والثاني في الدور اللي تحت او حاجه زي كده، او في اوضه بعيده واوضه افطار في الثاني في البيت او في المساحه اللي انت فيها ايا كانت. وعندك هنا مدخلين ايثرنت في كل واحد فيهم. في ناس كتير بتعتقد ان السيت اب بتاع الراوترز حاجه صعبه ومعقده ولازم حد يعمله لك بتاع، ولا اي حاجه فعليا. انا وصلته بالكيبل بتاع الايثرنت في الحيطه، ووصلته بالكهرباء، ونزلت الابلكيشن بتاعت ايرو اللي موجوده طبعا على الماركت، ومباشره هو بيقول لك عندك واحد جهاز موجود عايز تشبك عليه، بتشبك عليه، بتسمي النتورك بتاعتك، عايز تسمي شبكه الانترنت بتاعتك ايه، بتحط لها باسورد وبس كده، بيشتغل مباشره مفيش اي حاجه. عايز تضيف جهاز جديد نفس الموضوع، وصله في الاوضه الثانيه او في اي مكان ثاني، وهيطلع لك هنا ان في جهاز جديد موجود عايز تضيفه للنتورك، ويتضاف للنتورك. الموضوع فعليا ما بياخدش منك 3 دقايق، يعني ما تقلقش من حاجات زي دي. كانت اختبارات الراوترز بتاعتنا، لازم نعمل سبيد تيست نشوف كده نتيجه الكونكشن اللي جايه من الراوتر. دلوقتي في يونت واحد بس اللي متوصل، عندنا 8 بينج بادئ ب 780 790 800، بسرعه زي ما نشوفين صاروخيه. ده بيديك لحد 1 جيجا بايت، 1 جيجا بايت على ما اتذكر من ناحيه السرعه، وزي ما شايفين 800 السرعة تمام جدا جدا، الابلود 280. كل طبعا كلام لطيف، لكن في مميزات تاخدها انك تستخدم جهاز ايرو تحديدا عشان هو جاي من امازون. ده على فكره بيدعم الزيجبي بروتوكول لو تعرف حاجه زي دي، لو انت عندك اجهزه بتشتغل عن طريق زيجبي، لو عندك سمارت هوم في اجهزه بيبقى لازم لها حاجه اسمها بريدج عشان تتوصل بزيجبي ده، فده اوريدي بيلت ان موجود فيه. لو انت عندك حاجه زي دي تبقى عارف ان دي مشكله، فبدل ما تشتري جهاز لوحده موجود عندك هنا. بس الحاجه اللطيفه اللي ممكن تكون موجوده عند ناس كتير ان هو بيشتغل مع اليكسا، ف
فلو انت عندك اجهزه تانية من اليكسا ممكن تكلم اليكسا عشان تحكي في حاجات في الراوتر، ممكن تقول اليكسا بوز ذا واي فاي مثلا وتعمل لك بوز الواي فاي من غير ما انت تتدخل حتى في الابلكيشن نفسها. كتغطيه الاثنين الباكج اللي فيها اثنين بتديك لحد 325 متر مربع تغطيه تقدر توصل بيها اكتر من 75 جهاز، ف تغطية مساحة كبيرة جدا. إذا اشتريت الثالث كمان أو زودت ثلاثة من الأول يكون عندك تغطية لحد 550 متر مربع تقريبا، فعندك مساحة كبيرة جدا هنا. وطبعا أنت مش بتفصل من الشبكة طول ما أنت بتتحرك ما بين الراوترز، هو بيختار إنه يشبك على أي واحد فيهم أوتوماتيكلي من غير ما في يكون في ديسكونكشن في النص. دي ميزة الميش راوتر عامة. طبعا واي فاي 6 وعندك تريبل باند 2.4 وال 5 جيجا هرتز موجودين، وزي ما قلت لكم موضوع السمارت هوم موجود هنا انك توصله بكل اجهزتك الامازونيه من حته واحده. لو عندك ترموستات، لو عندك سمارت لايتس، لو عندك لوك، لو عندك الحاجات دي اللي تشبك مع اليكسا تقدر تتحكم فيها كلها ويكون ده الهاب بتاعهم. وحاجه لطيفه كمان انك تستخدم الامازون اكاونت بتاعك وانت بتعمل ساين اب للابلكيشن. لو عندك اكاونت على امازون استخدمه هو ولا بتشتري منه حاجات مع ايرو، الموضوع بيكون لطيف جدا. فده اوبشن اكيد لطيف لو انت عايز تدخل في عالم الميش راوترز وتوسع شبكه النت عندك، بالذات اذا لو انت داخل في كتير من اجهزه امازون مستخدم اليكسا. اوكي خلينا نحاول بقى على المنتج الثالث. اوكي الاختراع الثالث اللي معانا النهارده جاي من شركه اسمها ايكو فلو. لو فاكرين عملت لكم فيديو عن اختراع بس اكبر من ده شويه من نفس الشركه، ده اللي فعليا يخليك يبقى عندك كانك محطه كهرباء خاصه بيك تتوصل بالكهرباء من اي مكان في العالم. ده بقى نسخة مصغرة، ده اسمه ايكو فلو ريفر ميني، التاني كان اسمه دلتا، التاني فعليا ممكن تقعد حرفيا شهور تتوصل بالكهرباء من غير أي مساعد كهرباء في الحيطة أو في البيت عندك، لو كهرباء قطع عندك في المنطقة في البلد ما عندكش أي مشكلة ممكن تستخدم الطاقة الشمسية وتشحن وتقعد كده إلى الأبد لو عايز، ولكن ده مش بالحجم الكبير ده أوي كده، هيخليك تعمل بعض الحاجات وتنفصل شوية عن كهرباء البيت أو كهرباء المكان اللي أنت فيه. بس مش الى الابد يعني. الايكو فلو ميني هو هذا البلوك اللي طبعا اصغر بكتير من اللي فات ولكن ستيل مش باور بانك يعني، بس ستيل برضه اقوى بكتير من اي باور بانك موجود في السوق. وزي ما شايفين هو حجمه يعتبر مش اصغر حاجه يعني بس برضه مش كبير وعملاق. عندك فتحه هنا للتبريد وعندك سكرين هنا زي ما كان موجود برضه في اللي جربنا بعض، بيقول لك نسبه الشحن قد ايه، بيتسحب منك كهرباء قد ايه، سرعه الشحن بتاعتك وما الى ذلك، مع مجموعه من المداخل والمخارج. شوف مبدئيا الوزن هنا حوالي 2 كيلو 800 جرام، يعني مش خفيف ولكن برضه مقارنه باللي فات يعتبر اخف بكتير. عندك مجموعه مداخل مفيده هنا، عندك يو اس بي سي بيديك 100 واط فعليا ممكن تشحن بيه لابتوب، وعندك 3 يو اس بي اي تقريبا كل واحد فيهم بيديك تقريبا 12 واط، مش اسرع حاجه بس ده هو اللي سريع فيهم. وعندك كمان 12 فولت سوكت زي بتاع شاحن العربيه بتاعك لو في اجهزه عندك بتستخدم هذا السوكت. لكن الحاجه الاساسيه والمهمه اللي بتفصل ده بقى عن باقي انك تستخدم باور بانك عادي وهذا المدخل، دي فيشة كهرباء عادية جدا زي اللي موجودة عندك في الحيطة. طبعا فيشة الكهرباء دي مش زي الدلتا اللي جربناها قبل كده، التاني طبعا أكبر بكتير، فدي تديك شوية ليميتيشنز، دي أخرك 600 واط فيها، بمعنى ما ينفعش تشغل حاجات فيها تسخين عالي زي كتل أو مايكرويف أو معدات تقيلة وما إلى ذلك، ولكن ينفع تشغل أي حاجة تانية، عايز تشغل تلاجة صغيرة أوكي، مروحة أوكي، لايت زي اللي بنستخدمه ده مفيش أي مشكلة، راوتر زي اللي كنا بنتكلم عليه مثلا كهرباء قطعت في البيت وأنت محتاج نت دلوقتي حالا، وصل الراوتر هنا عادي. طبعا لابتوبك، شاحن موبايلك، اي شواحن الاجهزه العاديه تقدر تستخدمها مفيش اي مشاكل. فعندك هنا الاربع مداخل دول وعندك فيشه الكهرباء اللي اتكلمنا عليها، لكن عندك كمان فوق شاحن لاسلكي، فعندك اي جهاز بيدعم الوايرلس شارجنج تقدر تحط موبايلك ويبدا يشحن مباشره غير المداخل اللي هنا، فتقدر تشحن موبايلك وايرلس وتشحن لابتوبك من 100 واط وتوصل اي جهاز، كل حاجه تشتغل معاك في نفس الوقت. وعلى فكره تقدر تشحن الجهاز نفسه وهو بيشحن الاجهزه الثانيه، دي حاجه ممكنه برضو. طيب على سيره الشحن بقى، حاجه زي دي هقعد 100 سنه اشحنها بقى بعد ما تخلص وكده اطلاقا، دي بقى الميزه. ايكو فلو عاملين طريقه غريبه بيشحنوا بسرعه رهيبه. الجهاز ده خلصت البطاريه خلص تماما وعايز تجهزه المره اللي جايه ساعه ونص، ساعه ونص بتوصله بالكهرباء بيشحن البطاريه فول. طب ينفع اشحنه عن طريق الطاقه الشمسيه وافضل اكمل كده في الشارع؟ ينفع. لو بصيت من الجنب هنا هتلاقي في مدخل اللي بتشحن منه الجهاز نفسه، اوكي غطى كده لطيف، يجي لك طبعا الكيبل بتاع الشحن، لكن في مدخل شحن هنا عن طريق السولار باور. انا ما عنديش سولار بانلز للاسف، ولكن على كلام ايكو فلو لو وصلت سولار بانلز هنا تقدر، هما بيبيعوها برده، يقدر يشحن لك
الجهاز على بعضيه من ساعتين ونص لخمس ساعات حسب الشمس الموجودة حواليك، فستيل ممكن تستخدمه وانت بتشحن، يعني ممكن توصله ويشحن عن طريق الطاقة الشمسية وانت بتستخدمه في نفس الوقت، برضو ما عندكش مشكلة. تقدر على فكرة كمان تشحنه عن طريق الشاحن بتاع العربية نفسها وانت مسافر مثلا او في طريق او حاجة زي كده، هياخد معاك 3 ساعات ونص. ستيل برضو مش رقم كبير خالص، بس ساعة ونص من الكهرباء ده رقم صراحة لطيف، في موبايلات مش بتشحن في ساعة ونص. طب هيقعد معاك قد ايه؟ يعني هستخدمه لمدة قد ايه؟ زي الراوتر اللي كنت بحكي لكم عليه من شويه، هتقعد شغال بيه 15 ساعه مثلا. لو عندك مروحه كبيره عايز تشغلها في الصيف كهرباء قطعت وهتموت من الحر، هتاخد لك مثلا حوالي 4 ساعات الا شويه. ثلاجه حاله الطوارئ قطعت الكهرباء تشغل الثلاجه هتاخد لك مثلا ساعه ونص. ارقام صراحه تعتبر كويسه جدا على حاجه من هذا الحجم. وكشاحن مثلا لابتوب، الماك بوك اير بياخد هنا على كلام ايكو فلو 3 شحنات كاملين. لو ماك بوك برو مثلا 16 او حاجه زي كده ممكن ياخد له مثلا شحنه ونص، وتشستيل برضه رقم مش سيء خالص، على اساس انت لو عايز تعيش باللابتوب بتاعك مثلا تاخده مشحون ومره كمان ونص مره كمان وانت قاعد في اي حته بره من غير ما تحتاج اي فيش الكهرباء. اختياراتي بصراحه لطيفه جدا جدا للمغامرات والطلعات، واكيد كمان مع الطوارئ. نفس الوقت حاجه صغيره مش كبيره وسهل نوعا ما انك تاخدها معاك في كتير من الاماكن. وعلى فكره في ابلكيشن كمان لو عايز تتراك بتسحب كهرباء قد ايه بالظبط من كل مدخل وما الى ذلك، وبقالك قد ايه او بتشحن بسرعه قد ايه. انا شايف اختراعات ايكو فلو لحد دلوقتي قويه جدا. خلي بالكوا لينا وقفه، لينا فيديو بعد كده ان شاء الله مع واحد كمان اكبر بقى بكتير ونشوف هيقدر يشغل ايه معانا بالظبط. وبس دي كانت كل حاجه معانا النهارده. هحاول اسيب لكم لينكات للحاجات اللي اتكلمنا عليها في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، تشتركوا في القناه، تشغلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده اول باول، كمان تابعوا على انستغرام فيسبوك تويتر، رابط كل واحد في الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.